بيه، فما معلومة مهمة نحب نفيدكم بها، ما حبيش نحكيكم عليها من أول فيديوهات لك باش نفسر لكم توا، اللي هي لوكيشن استراتيجي. لوكيشن استراتيجي باهي، الانجولار يمكننا عن عطينا اللوكيشن استراتيجي متاع تبعين. مازلنا نحكيو توا في الانجولار راوتينج، في الانجولار راوتينج عاملين اللوكيشن استراتيجي نجمو نشتغلوا بها. اللي هي شنو هو؟ انه عندنا زوز انواع في اللوكيشن استراتيجي، عندنا الباث لوكيشن استراتيجي وعندنا هاش لوكيشن استراتيجي. اوكي، انه كيفاش اللينك اللي نشتغلوا بهم احنا باي ديفولت؟ شوفوا قدامكم كي تنقلوا ما بين الصفحات عادي، معناها نشتغلوا عادي احنا، او نعمل فيو بروفايل نكليك عليها نشتغل عادي، واللينكس نتاعنا الرابطات عادي. واضح؟ في بعض الاحيان ساعات كنت تتصفح في موقع ساعات تلقى هاشتاج لهنا مكتوبه، هاشتاج تلقى هاشتاج كيما هك. طبعا انا مش شغال توا، ماهيش مش تشتغل توا. شوف حتى يرجعني تعمل هاشتاج يرجعني للهوم بيج اللي هو في العاده نورمال ما يبعثني لك الصفحه نتاع الديتيلز. ساعات تلقى هاشتاج كيما هك مستعملينه حتى في الفيو جي اس، هما كيف كيف راه ما فماش معناه فرق ما بيناتهم. فما يمكن حتى في الحمايه فقط انا هاشتاج دائما يستخدموا الهاشتاج الطريقه هذه باش يحميوا بها الموقع نتاعهم من الهاكر، باش ما يتنجمش يتمكن انه يوصل اللينك ساعات عن طريق الروبوت ولا اي حاجه. لكن كل زوز كيف كيف راه على ذاك. باش نشوفوا زوز انواع اللي هما اللوكيشن استراتيجي، اول حاجه نمشيو للاب موديول دوت تي اس ونمشيو للبروفايدرز ونجيو نعاينوا لهنا اللوكيشن استراتيجي. نجي نقول له البروفايد، نعين البروفايد، شو نقول له راني باش نعين البروفايد نتاعي اللوكيشن استراتيجي باش نعينها انا هيك لوكيشن استراتيجي. وبعديك نقول له يوز كلاس، او عندنا زوز انواع كما قلت لكم. زوز انواع اللي هما شنو؟ فما الباث لوكيشن استراتيجي اللي هي الطريقه الديفولت باي ديفولت هي هكا باث لوكيشن استراتيجي، وكان جيت تعمل رولود البيج تلقى تشتغل فما حتى مشكل، فماش حتى فرق هك، شوف فما حتى فرق ما بيناتهم. واضح؟ بينما فما واحده اخرى اللي اسمها هاش لوكيشن استراتيجي، اللي هي هذه هاش لوكيشن استراتيجي. اجي نشوفوا مع بعضنا كيفاش يولي اللينك، شوفوا قدام كيفاش يولي. واضح؟ يولي فما هاشتاج بعد اللوكال هوست 4200. كان نجي نكتب حسام البجاوي مثلا كيما كي باش نبعث داتا لنا، نعمل فيو بروفايل نفسه بيدو نفس الكتابة نفس كل شيء، لكن فقط فما هاشتاج من الاول تجي من هنا، هذه تابعه لوكيشن استراتيجي. اكيد منكم يقول لي علاش تورينا فيهم الحاجات هذوما يا اخي تكثر علينا؟ نقول لك لا صديقي، ممكن خاطر فما في المستقبل تشتغل على المشروع، يكون مثلا تشتغل مع تيم في شركه يوريك تشوف الهاشتاج هذه، الهاشتاج هذه، وبعدك انت تجي تفتح انت كي تشوف حاجه كيف هذيك تقول اكيد في الاب موديول هو لهنا جاي اكتب هاشتاج، تلوج في لهنا في الاب موديول ما تلقاهاش، ما تلقاهاش قلت انا ما تلقاهاش هكا ولا ما تلقاهاش لهنا اللي حكيت الهاشتاج هذه، تقعد تلوج انت شنو المشكله هذه وبابا ما وريهاش لينا، كي تعلمت منها عمري ما شفتها في الانجولار هذه، فقط هاني وريتهاك باش من شنو جاي حكيت الهاشتاج هذيك اللي هي من لوكيشن استراتيجي. تمشي الاب موديول تلقاها، هو اكيد كيش تشتغل على مشروع مخدوم من قبل بالانجولار انت باش تعدل عليه، تمشي الاب موديول دوت تي اس تلقاه ضايف في السطر هذايا اذا انت ريت حكيت الهاشتاج. انا باش تفهم القصه كل منين جاي ومنين بدات، مش ما نخليكش حاجه تتعدى قدام عينيك وانت ماكش فاهمها شنو هي. واضح؟ يلا الى اللقاء.